الغلطة الأولى يا سومر النطيش، الغلطة الثانية خسرت مصاريك ونفدت منها، الغلطة الثالثة فيك تقلنا لوين رح تاخدك؟ غلطة ثالثة ورابعة وخامسة هيك لحتى تزبط. يا أب ما بموت بجملة اللي ماتوا، لأني ماني أحسن منهم بشي. يا سومر، اللي بيتصرفوا كأنه عايش لحاله بالدنيا بيكون بقمة الأنانية. ما خطر لك أمك شو ممكن يصير فيها إذا بيصير لك شيء؟ إخواتك، نحن رفقاتك، حبيبتك. حبيبتي، أنا وزينب تركنا ومشي الحال، تركنا مثل أي شيء فاشل بهالبلد. بعدين دخيلك، ما حدا بالأيام بيموت زعل. أحسن حدا مات من جملة اللي ماتوا عياره أسبوع زعل، هي إذا في حدا بيتحمل جلادة أسبوع. هذا الكلام لا بيقدم ولا بيأخر. إذا منضل نحكي مع سومر من هون لألف ساعة ما رح يقتنع، وإذا اقتنع بيرجع بعيش بيناتنا أسبوع واحد بهي الظروف اللي نحن عايشين فيها، بيرجع مرة تانية لفكرة السفر. فلهيك الواحد منا إذا بده يساعده يلاقي له شي طريقة يطلع فيها برا البلد، غير هيك بلا كلام التنظير الزايد. مروان علاء ما قصده. مالي زعلان منه، أنا بكل بساطة مقتنع بكل كلمة عم بيقولها. رح حاول عن طريق حدا من معارفي أعمل له منحة دراسية برات البلد، لأنه إذا الموضوع واصل معه لهون معناتها كل حديثنا بالهوى. سيادة الرائد، أنا ما كان أصلا. لا أنا مالي زعلان منك، عم بالله أنا بعرف كل الكلام اللي رح نحكيه، لكن مصدقين أنتوا الجيل اللي ما بينزعل منكم على اللي وصلتوا له، وأبي حظي بينزعل عليكم ومنزعل على هالبلد اللي شبابها احترقت وختيرت بكير كتير. يا ريت اللي صار بهالبلد حرب حرقة الأخضر واليابس كان طلع عنا جيل جديد عنده إرادة يرجع يعمرها من أول وجديد. بس هذا العجز البطيء اللي ورثتوه رح تورثوه لأولادكم، رح يكسر ظهر البلد 100 سنة لقدام. سومر، أنا ما فيني وعدك إنه لحق اللي عمله العملية، عوضك على الله بالمصاري. أحسن ما تنكشف إنك شريك بلعبة العملة وتنحبس 7 سنين. يخسر.